شوفوا في 2014 حد قال لي انت أيقونة مصر، اللي دخلك الدولة دي مش كده دكتورة هلا؟ ولا قال لي انت ايه بطل مصر، اوعى تخش، اوعى ايه لحسن بعد كده حي ايه حي يعني حيقطعوك يعني. قلت له لو كان تمن بنى الدولة دي مش تقطيعي، موتي انا حاملها. يعني الرصيد ده بفكر الدكتور معيد في 2014 رحنا اول زياده في دعم في تخفيض دعم الوقود كان في 2014 مش كده؟ والناس قالت ايه هو عمل كده ازاي ده لسه داخل؟ طب حد يعمل كده في نفسه؟ نفسه ايه؟ اوعوا تفتكروا ان انا جاي اقدم نفسي لكم، اوعوا تفتكروا ان انا جاي اقدم نفسي لكم، لا 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 ده لا يليق خالص. احنا بننجي الدولة صعبة، فانا حبيت بس اتوقف قدام الخط ده. طب ما قربش من بعضه ليه؟ عمرنا ما كان اللي بيخش لنا قد اللي بنصرفه. يعني العجز موجود والسلف موجود وكده. كان المطلوب في الاول قبل كده يعني قبل 14 ناس تاكل بس مش كده، حتى لو كانت الدوله مش مقومات دوله خالص، لدرجه ان اهلها يفتكروا ان الدوله اللي هم كانوا عايشين فيها. طب وننطلق ازاي ل 105 و110 و150 خلال 20 سنه يا دكتوره مش كده؟ 25 مليون في 10 سنين يعني 2.5 يعني مليون مواطن كل سنه في 25 في 10 سنين. يعني هنقول مثلا لو 20 سنه هنبقى 150 160 مليون. طب ال 160 مليون احنا مستعدين لهم ازاي؟ طب انا مش هكون موجود، لكن انتم موجودين وابنائكم واحفادكم موجودين. في حد لازم يدفع، في حد لازم يدفع، في حد لازم يضحي عشان الكلام ده ينتهي. مين؟ مين يدفع؟ مين يدفع؟ هقول لكم مين يدفع. ممكن نتسائل قوي اكتر من كده على اخواتنا ونقول لهم ايه؟ يلا ساعدونا كمان. بس ما يصحش كده، ما يصحش. فإذا كنت أنت مش عايز تساعد نفسك وتحرم نفسك وتقاسي عشان تغير الواقع بتاعك، عايز الآخرين ليه؟ وتقول أنا جبت يعني كان ممكن أول نقعد نتكلم في الموضوع ده بس وكفاية. وعشان كده قلت لكم إيه؟ 2011 و2013 أنا قلت 2013 ليه؟ وهقول لكم قد إيه جهل الآخرين. بقى حد عايز يحكم بلد يهدها؟ أقول تاني؟ لا 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 استنوا بس. حد عايز يحكم بلد في 2011 يهدها عشان ياخدها في 2012؟ طب حد كان بيقول لهم؟ والله العظيم أنا كنت بقول يا جماعة كل يوم بيعدي علينا واللي احنا فيه ده، ده البلد بتروح محدش هيعرف يصلحها بعد كده. نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه، بلاش اللي احنا بنعمله في بلدنا ده. من 38 مليار دولار جبناهم ولا 36 مليار دولار جبناهم ولا 30 مليار دولار جبناهم بشق الأنفس على مدى من 90-91 لغاية ما قامت الثورة مش كده؟ معالي المحافظ قعدنا المدة دي كلها عشان نجيب القرشين دول، احنا خلصناهم في سنة ونص. ليه؟ لأنه كنت بتروح تجيب البترول بالدولار وتبيعه بالجنيه وتجيب السلع التموينية بالدولار وتجيب بالجنيه، مفيش دولار بيخش لك،
فانت كلت الرصيد بتاعك، كلت الرصيد بتاعك. لان حاله عدم الاستقرار اللي استمرت من 2011 لغايه 2013 جابت البلد على الارض. وانا بقول لكم، ليكم كلكم، شوفوا، ما فيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والامن، ما فيش غير كده. واي حد حاجه من الاثنين، يا جاهل يا احمق، يا جاهل يا احمق، اللي يقول لكم ممكن يعمل بطريقه تانيه غير كده. ان ما كانتش البلد قاعده عشان وزاره التخطيط تشتغل في امان، وزير الماليه من غير صدمات، وزير النقل مش عارف يعمل ايه، البلد لو قاعده بتتخبط في بعضها، ده ربنا سبحانه وتعالى. هو انت جاي تقول لنا الموضوع ايه؟ انا الموضوع بالنسبه لي ليكم كمصريين، انتوا عينيكوا على استقرار بلدكم بس، مين يمسكها مفيش مشكله طالما مستقر. اسمعوا كلامي لو سمحتم، اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي، انا واحد منكم واخوكم. طول ما البلد مستقره ممكن تطلع لقدام، لو البلد مش مستقره مش ممكن تطلع لقدام. وربنا اراد ان اللي شاهد دلوقتي واللي شاهد قبل كده يشوف نماذج موجوده لغايه دلوقتي، قد يكونوا اغنى مننا، استقروا؟ لا. ناموا؟ لا. في فرصة، يا رب يساعده. اوعوا، انا الكلام ده بقوله بقالي من اول ما توليت المسؤولية، او ان انا ليه اكلم معاكم وانا بقوله، اقعد اكرره كتير، فالناس كلها تستغرب، يعني انت في، انت خايف من حاجة؟ ايوه، 105 مليون، 105 مليون. لو حصل خراب زي اللي بيحصل في الدول اللي ما اقدرش اقول اسمها ما يصحش، انتوا هتبقوا في مشكلة تانية خالص غير اللي انتوا فيه ده. انت النهارده بتتكلم على غلاء اسعار، واللي انا بقوله هنا للزملاء اللي انا قلت لهم هنعمل حكايه وطن، نقول نقدم المشكله والحلول اللي احنا بنتحرك فيها، اللي مش هتنجح الا بيكو وبالاستقرار. الدوله دي هو الرساله كده، واللي انتوا هتجدوا ان الاخرين جهدهم كله يا رب بس نعرف نحرك الناس، يلا تخرب نهدها على اصحابها. طب يا عم اللي هتهدها على اصحابها، ما انت مش هتعرف تعمل فيها حاجه برضو. ما انت لما عملت كده في 2011 جيت دخلت كنت لايس، كنت ايه يا دكتور؟ لايس، لا عارف تجيب بنزين ولا عارف تجيب قمح ولا عارف مش عارف ايه، وتقول مؤامره. المؤامره من غير، والمؤامره جهلك، المؤامره جهلك، المؤامره تخلفك.